يقول له الإسكندر الواحد يقول له شو التواقف على المقبرة تبعثر بيدك عودة وتبعثر بها القبور وشنو؟ قال له والله أبحثنا القصور هنا كلها صارت تراب، الملابس هنا كلها صارت خرق بالية، الطعام هنا كله تحول إلى تراب، الإنسان هنا كله تحول إلى تراب، هاي الدنيا كلها هنا صارت، كل الدنيا صارت هنا. ولهذا يقول إمام سلام الله عليه كفى بالموت واعظا، هو فعلا يهزل الإنسان يخض من أعماقه. القرآن الكريم يريد حط إيدينا على هالحقيقة المرة، يقول ترى هي هاي النهاية اللي تنتهون إلها، بس اللي فكرة محدود يتصور أنه خلاص صار تراب واستراح، والآخرين لا يعرف أن هاي مرحلة يمر بها، مثل ما مرحل مر بالتراب بمرحلة، أيضا هذه مرحلة يمر منها إلى الحياة الأبدية.